السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو غادي يكون سبيسيال ناضي 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 على أشبال الأطلس اللي البارح من قلب الجزائر تحديدا من ملعب الشهيد حملاوي 1-2-3 في شباك المنتخب الجزائري اللي ربحناهم أداء ونتيجة بل وضربنا عصفورين بحجر واحد بحيث كما عارفين أكيد تأهلنا لنصف نهائي الكان وكذلك التأهل لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخ الأشبال. وكما شفنا كاملين اللعابة ديالنا كانوا سبوع ورجالة وديك الروح والجرينتا القشالي والإصرار ديالهم على الفوز أمانة فكرتنا بالمونديال القطري مع أسود الأطلس والنية مع وليد الكراكي والثنائي في بلجيكا وهزيمة إسبانيا والبرتغال و إلى آخره. المهم قبل ما نهضروا على الماتش وتحليل الأهداف للأمانة المباراة دازت بأجواء إيجابية وروح رياضية عالية جدا وخير دليل على ذلك هي هذه اللقطة اللي كيفاش كان اللاعب الجزائري كيبكي حرقة بعد الهزيمة والإقصاء وهنا أحد لاعبي الأشبال بدا كيواسيه كما كيبان لكم في هذا الفيديو. المهم بالنسبة للماتش وكما شفنا كاملين اللهم بارك وزيد في ذلك الاشبال من الاول ما عطلوا ليكش المنتخب الجزائري وزربوا عليهم في الدقيقه الاولى بحيث دخلنا مطبقين عليهم بريسينغ العالي وسيطرنا على معظم مجريات المباراه وايضا خلقنا العديد من الفرص ابرزها الفراب ديال ادم شاكر اللي كان تحديدا في الدقيقه 20 فكما كيبان لكم صيفطه من الحج بتسديده ساقطه اللي كان غادي يغدر بها الحارس الجزائري ولكن للاسف الزهر ما كانش معنا دوماج. وفي هذه الوقيته تحديدا كان المنتخب الجزائري كيعتمد فقط على الكونتراتاك المرتدات ولكن بدون اي تهديد على مرمى الاشبال. المهم بعد محاولات ومحاولات ومحاولات عديده جدا من لاعبي اشبال الاطلس قدرنا اخيرا نزعزعوا شباك الحارس ماسياس حماش وباش نحطكم في الصوره هذا هو المهاجم زكريا وزان اللي غادي ماركي البيش وهنا عندنا ايمن ناير اللي غادي يدير خدمه كبيره كبيره بزاف واللي كما كيبان امامه اللاعب الجزائري اللي كان كيحضن او كيعمر على الكره ديالو باش زعما يخليها تخرج للتماس الا انا الصادم بذكاء ودهاء وخبت وسرعه اللاعب ايمن اللي هذا الاخير خاف من زربن فرمشت عين خطف لك الكره عادي جدا وحتى المدافع لا لاحظتو ما عرفش باش تبلا وبقوة الصدمة بقى التوازن ديالو شد الارض بكل روح رياضية من تما اللاعب الناير كيضرب سبرينت ديالو للامام وكيدخل مباشرة للعمق ومرة اخرى كيصادم بمدافع اخر واللي حتى هو براسو ما عطلوش. هنا ايمن في الاول راوغو غير بحركة الجسم ديالو في لحظة كوانسا في بلاصتو كيما كيبان لكم بحيث هنا المدافع ما عرفش واش ايمن غادي يدخل بالكرة للعمق او انه غادي يقلب السيد سعود ويكسر ويلعب الكرة للوراء وهذا الشيء راه باين وواضح من حركة الجسم ديال المدافع اللي كتبين لينا جليا بانه متردد وما عارف شنو غادي يدير. وفي ديك اللحظه ديال التردد ديالو هي نفس الوقيته اللي ايمن ناير دفع الكره للامام وخلق راسه المساحه اللي غادي يلقى فيه الحريه باش يلعب العرضيه وبذلك كيسنطر بالمليمتر الى المهاجم زكريا وزان اللي كان ديبلاسي في المكان الصح بدون اي مراقبه تذكر من دفاعات الجزائر لذلك كان مرتاح بزاف في انهاء الهجمه ديالو وبضربه راسيه كسر ليك الحارس ماسياس حماش. اما البيت الثاني فجاء بعد القتاليه اللي هضرنا عليها في الاول واللي كان تحديدا من المدافع فؤاد الزهواني اللي كانت عنده قراءة جيدة جدا لمسار الكرة واللي ضرب واحد تاكلينك رائع جميل اللي جهض به هجمة الجزائريين وبطريقة او باخرى كتوصل الكرة عند اللاعب عبد الحميد معالي اللي في جزء من المئة هز راسه وقرا وضعية زكريا وزان اللي كان مرة اخرى بدون اي مراقبة جودكار وبتمريرة زياشية كيحطها مقوصة عبار بالمليمتر ومع سبرينت ديال المغربي وتوهان الدفاع الجزائري ايمن كيلقى راسه وجها لوجه كونتر فاس فاس امام الحارس ماسياس حماش ثم بلمسة ثقة كيسجل لك الهدف الثاني واللي دمر لك به معنويه الحارس للمره الثانيه على التوالي. اما الهدف الثالث فكالعاده اخطاء كارثيه من دفاعات الجزائر بحيث ديما كيخليو لك لاعب في المساحه وبدون اي مراقبه تذكر وهذه تكررات في ثلاثه اهداف اللي ماركيناهم على الجزائر. المهم هنا القادم من الخلف ادم شاكل اللي كيتقدم للامام بحريه كبيره جدا واللي كان مكلف بالمراقبه ديالو هو هذا اللاعب اللي كان فيه خبر كان فعوض ما يحدي ادم ويكون تركيزه اكبر على اللاعب مخلي ليه الحريه مع المساحه وكانه واحد من الجمهور كيتفرج بحالنا عادي جدا واللي اوتوماتيكين هنا ادم شاكر كتلقى العرضيه وباش جاي باش نزل عليه بوم جول اللي لصق ليك ثالث اهداف الاشبال واللي كان في حدود الدقيقه 86 وبهذا الهدف سال الماتش بفوز كان مستحق لاشبال الاطلس. وطبعا اكيد ما نساوش الحارس طه بن غوزي اللي في الوقيته اللي كنا رابحين بواحد الصفر منتخب الجزائر جاتهم واحد الفرصه اللي نفادوا لك مع المغربي طه فاس فاس وصافي هنا كلشي كان كيقول غادي يجيبوا التعادل ولكن ما شاء الله ما شاء الله على طه خرج لك وعمر لك على المهاجم بطريقه رائعه جدا وطاكا بردة فعل احترافية وكأنك كتشاهد المغربية سيمبونو. عموما وفي الإجمال أشبال الأطلس داروا لك ماتش كبير كبير بزاف وهذه هي أحسن مباراة اليوم أكيد في هذه البطولة كاملة وبين قوسين اللي تحصل على رجل مقابلة هو المهاجم زكريا وزان اللي طبعا هو اللي ماركا دوك جوج بيوتا واللي بالمناسبة هذا المهاجم غادي يكون عنده مستقبل كبير إن شاء الله شريطة الخدمة ثم الخدمة ثم الخدمة لتطوير مستواه أكثر وأكثر. عموما مبروك للمنتخب الوطني المغربي في انتظار المزيد بإذن الله وفي الختام كيبقى رأي ديالكم
وخير كلامي مع قلودل. وكل هذا كان معكم إسلام في أمان الله ومع السلامة.